أكد رئيس جنوب السودان سيلفا كير أنه لا يعارض انتشار قوة إضافية من جنود حفظ السلام في بلاده، مطالبا في الوقت نفسه بإجراء مزيد من المحادثات. وقال سيلفا كير أمام البرلمان إن حكومته لا تعارض أي مساعدة، مشيرا إلى أن المساعدة تتطلب الحوار ولا يتوجب فرضها لئلا تصبح تدخلا ينال من سيادة بلاده ويقلل من قدرة حكومته على الحكم بفاعلية. وكان مجلس الأمن الدولي أجاز الجمعة نشر 4000 جندي إضافي من قوة حفظ السلام لضمان الأمن في جوبا وردع الهجمات على قواعد الأمم المتحدة.